بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو، ودايما بيكون عندنا أخبار وكواليس مختلفة وكواليس يعني بنفاجئ بيها كل متابعينا وكل جماهير الكرة المصرية والعربية. وسبب أساسي ورئيسي في نجاح البريمو على مدار السنوات الماضية والتواجد بقوة ويلقى احترام جماهير الكرة المصرية غير الموجهين والمتعصبين واللجان الإلكترونية، الناس اللي هي بتتابع كرة مش بحيادية، طبعا تنتمي وتشجع ناديك وتحب ناديك زي ما انت عايز، لكن احنا دايما بنخاطب هذه الفئة اللي هي فئة بتكون حريصة اكتر على مصلحة الكرة المصرية، مش بتقبض علشان تشتم، ومش بتقبض علشان تنتقد، ومش بتقبض علشان تبقى تشوف الحق باطل والباطل حق. هنا في البريمو عمرنا ده ما هيحصل، ولا لجان إلكترونية ولا غير لجان إلكترونية، ولا مهما تم توجيه هذه اللجان بطبعا الانتقاد أو الإساءة بشكل أو بآخر لأي عنصر من عناصر هذا البرنامج، برنامج البريمو، سواء النجم الكبير الكابتن محمد فاروق او النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال او النجم الكبير الكابتن محمود ابو الدهب. وبالتالي احنا بنشتغل اعلام، هنفضل نشتغل اعلام، فمحدش هيعرفنا احنا نشتغل ازاي ونقول ايه وما نقولش ايه. ده رقم واحد. نشتغل في قناة محترمة جدا ولها طبعا باع كبير، والمسؤولين عنها لهم طبعا باع كبير سواء في الصحافة أو في الإعلام، فبالتالي عارفين يعني إيه معايير إعلامية. مش هيجي واحد له غرض خاص وغرض شخصي وغرض انتمائي وغرض عايز يوجه الناس زي ما هي عايزة، أو نمشي على مزاجه علشان أنت تطلع تسقف لي ولا تطلع تشيد بيا، لا انا عايز اشادتك ولا انا عايز كلامك ولا انا بفكر فيه ولا انت موجود اساسا بالنسبه لي، ويكفيك الراجل اللي انت بتتبعه وماشي وراه وهو بقت كل شغلته دلوقتي هي نفي الاخبار اللي احنا بنقولها. يا باشا روح شيد بيه زي ما انت عايز، لكن احنا هنطلع هنا ونقول لك كل الكواليس وكل الأخبار لأن دي شغلتنا، وهنقولها لك قبلها باربع شهور وخمس شهور وعشر شهور، وانت تطلع تنفي وتقول علينا هبيدة وتقول على رضا عبد العال هجاص، قول اللي انت عايزه، بس في النهاية احنا بنشتغل بمنتهى منتهى الحيادية، ومش محتاج ان انا اقول دوت، لكن في نفس الوقت ما فيش حد هيوجه برنامج البريمو خالص مهما تعرضنا من إساءات ومن حملات ممنهجة مدفوعة الأجر. خلينا نشوف عندنا إيه ونرجع نكمل مع بعض. لا حديث من امبارح للنهاردة إلا على حسين الشحات
ووقعت حسين الشحات او وقعت صفع حسين الشحات لاعب النادي الاهلي لمحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز اللاعب المغربي. يمكن امبارح لما عرضنا الفيديو ما كناش كمان شفنا او سمعنا تحديدا. انا جالي الفيديو وانا على الهواء بالتالي بعته لزمايلنا تم عرضه. قلت نعرض صوت وصوره. الاستاذ محمد طلعت مخرج البرنامج قال لي مش هينفع لان انا طبعا ما كنت سمعت كمان الفيديو. فبالتالي ده بوريك بس ايه منهجيه العمل في برنامج البريمو او في قناه. بعت الفيديو وانا على الهواء فزمايلنا احمد مهران شافه فبالتالي ما كانش ينفع الصوت يتم طبعا اعلانه لما يحتوي من الفاظ. استاذ محمد طلعت مخرجنا طبعا الكبير برضو قال لي ان مش هينفع ان احنا نذيع الصوت لما يحتوي من الفاظ مسيئه بشكل كبير. لما رحنا او لما روحت ولما شفنا بقى الفيديو طبعا فيديو مسيء جدا جدا مش للاعب بس للكرة المصرية بشكل عام ومنظر الدوري المصري اللي انت بتحاول بشكل كبير جدا كرابطة محترفين انك يعني تضاهي بعض الدول العربية سواء بالنظام بإجراء قرعة في بداية الموسم بتبقى مميزة بإجراء يعني بعض الأمور الظاهرية والشكلية اللي تخلي الدوري المصري وهي أمور مهمة جدا بيتم العمل بيها من جانب رابطة الأندية. لكن في نفس الوقت طبعا لما تيجي وقعة زي اللي احنا شفناها دي وقعة بتضيع كل اللي بيعمله بقى أحمد دياب على الناس اللي في استاد القاهرة على الموظفين على العمال على الكلام ده كله. وفي نفس الوقت زاد من الجدل وطبعا هكلمك في كواليس اللي حصل وإيه السبب في انفعال حسين الشحات بهذه الطريقة. لكن في نفس الوقت زاد من الجدل هو اعتراض نادي بيراميدز على طبعا العقوبة اللي أصدرتها رابطة الأندية بإيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه ضمن القرارات اللي طبعا أصدرتها رابطة الأندية النهاردة والخاصة بالمباراة. كله كان مترقب العقوبة. العقوبة طلعت بسرعة شديدة لما أنا رجعت للمسؤولين في رابطة الأندية قال لك إن لائحة البطولة بتنص على إن في طالما في سلوك غير رياضي بعد المباراة بتكون الإيقاف العقوبة إيقاف مباراتين والغرامة 20,000 جنيه. لكن في حالة ما إذا كان الواقعة حصلت في طبعا اثناء المباراه ده بيتم طبعا تغليظ العقوبه. طيب طبعا اثير في الساعات اللي فاتت من ساعه الواقعه ما حصلت لغايه ما تم الاعلان عن العقوبه ان حسين الشحات هيتم ايقافه من 4 لـ8 مباريات والكلام ده لا أساس له من الصحة لأن وفقا للائحة البطولة أن العقوبة من 4 لـ8 مباريات دي في حالة تعدي أو في حالة التعدي على حكم المباراة. بقول لك هنا مش رأيي بقول لك هنا رأي المسؤولين في رابطة الأندية ليه تم الإعلان عن العقوبة اللي اعتبرها مسؤولي نادي بيراميدز عقوبة هزلية وبالتالي قرروا طبعا تقديم شكوى للجنة الانضباط
واتخاذ طبعا اجراءات تصعيديه لحمايه اللاعب. ليه بقى تم ده؟ لان محمد الشيبي اختار نادي بيراميدز انه في حاله عدم اتخاذ اجراءات تصعيديه فيما يخص الواقعه هيكون قراره بتقديم شكوى للاتحاد الدولي بعدم توفير الحمايه له وفسخ التعاقد مع اداره النادي. وهنا اداره النادي تواصلت سواء مع كريم البلك اللي هو وكيل محمد الشيبي، وتواصلت كمان واكدت للاعب ان هيتم الوقوف بجواره وتصعيد الازمه. بالمناسبه ووفقا زي ما قلت لك لائحه البطوله، وفقا للائحه لجنه الانضباط يحق ليها ان هي تفتح الملف وتفتح الواقعة وتتحدث فيه او تتخذ عقوبات دون ان يتقدم اي طرف من الاطراف بشكوى او بمذكرة رسمية فيما يخص طبعا يعني احد المهام او احد البنود الخاصة بلجنة الانضباط. طيب معايا اللواء ثروت سويلم طبعا عضو رابطة الأندية، واحد طبعا من الإداريين المحنكين والمخضرمين. كابتن ثروت برحب بيك. ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل سنة طيب وحضرتك طيب. يعني كابتن ثروت بتكلم على وقعة امبارح، وقعة حسين الشحات، وفي اعتراض من جانب نادي بيراميدز على ان العقوبة طبعا هزلية وان العقوبة لا تتناسب مع الواقعة اللي صدرت من اللاعب او من حسين الشحات تجاه محمد الشيبي. تمام. طيب يعني هل الاعتراض دوت العقوبة فعلا هزلية؟ شايف ان العقوبة حرتك لا تتناسب مع الواقعة؟ شايف ان اساسا لو حتى موجودة في اللائحة ان انها اتحطت بشكل خاطئ وبالتالي لا تتناسب مع الواقعة، ولا ده وضع طبيعي؟ لا انا اكلمك بصفة شخصية واكلمك بصفة ان انا يعني ممكن احنا تزامننا وانت كاعلامي وكصحفي في اتحاد الكورة وفي الرياضة، في وجودي 8 سنين في اتحاد الكوره انا اول مره اشوف واقعه او تحصل واقعه زي كده. حسين الشحات انا من الناس اللي انا شخصيا بحبهم جدا لانه انسان مهذب جدا ومتدين جدا، وشفته كده في احدى البرامج وهو يعني بينزل يقبل قدم والدته، فدي حاجه كانت بالنسبه لي يعني حطته في برواز تاني بالنسبه لي شخصيا. لكن اللي شفته امبارح بصراحه ما تخيلتش ان حسين الشحات اللي شفناه بالاحترام والتدين والالتزام وحب الوالدين وده كنز انه يعمل كده، بصراحه واقعه صعبه جدا. وكان تصرف لجنه المسابقات او يعني دي بعيد عن لجنه الانضباط تماما، لجنه الانضباط ده موضوع على كابتن اسلام، ولجنة المسابقات دي حاجة تانية بدأت الكابتن عامر حسين. فيكون ان الكابتن عامر حسين او لجنة المسابقات تطلع قرار سريع عقب المباراة مباشرة، ده كان يعني نتيجة لان كله كان غير راضي عن التصرف ده بالظبط. فبالتالي اقول لحضرتك لا، يعني وارد ان انت وجهة نظر تكون العقوبة اقل من الحدث نفسه، ولكن فعلا كان لازم يبقى فيه برضه سرعه في القرار لان الحدث كان صعب شويه، وخاصه برضه ان اللعيب الطرف الثاني بيراميدز مش مصري، يعني دي برضه يعني فيها نوع من يعني التعاطف ان ده برضه راجل عربي وكل حاجه، بس في بلدك هنا ما كانش ينفع يحصل معاه كده. فانا بقول لحضرتك احيانا انت بتدي عقوبه بتبقى عاطفتك زياده شويه، وده اللي خلى عجل بالقرار. وارد بعد كده
يحصل اجتماع للجنة المسابقات، وارد ان يبقى فيه تغليظ للعقوبة، وارد ان لجنة الانضباط تتدخل، وارد ان بيراميدز تعمل مذكرة وتتعرض على لجنة الانضباط، كل ده وارد. لكن انا بقول لحضرتك سرعة اتخاذ القرار ده نتيجة لان التصرف كان صعب شوية. سرعة اتخاذ القرار ده شيء مهم جدا، لكن حضرتك أشرت إن لجنة الانضباط قد تتدخل، وهي يعني حسب معلوماتي إن مش لازم حد يتقدم بشكوى لجنة الانضباط، ممكن لو لجنة الانضباط لقت وقعة معينة زي ما حصل في وقائع كتير قبل كده هي ممكن تفتح التحقيق أو تتخذ القرار وفقا لرؤيتها يعني. بس بص يا كابتن اسلام، كلام حضرتك ده اذا طبعا كانت لجنه الانضباط ما معمول بيها اساسا دلوقتي. لا بص، لجنه الانضباط بيها رموز كبار جدا، لكن هو يعيد لا ما قدموش، ما كانوا في فتره وقت الازمه بتاع الكهرباء كان قدموا استقالتهم. ما انا هرد عليك، لا لا موجودين. لا انا بتكلم يا كابتن اسلام، لجنه الانضباط كان لازم في تشكيلها يكون فيها عنصر حاجتين، كان لازم تبقى لجنه الانضباط موجود فيها عنصر كروي وعنصر امني، يعني لازم يكون في قياده امنيه حاليه او ادت خدمتها وخلصت، وعنصر كروي خبير كروي يبقى موجود. ليه؟ لان انت جايب النهارده رموز اسماء كل رمز فيهم بدرجه وزير، يعني مجموعه الرموز الموجودين في لجنه الانضباط حاجه يعني حاجه محترمه جدا. لكن الامور الكرويه كابتن اسلام ليها حس مختلف، وليها انت تحس بيها الصحفي او الاعلامي اسلام صادق غير واحد مواطن عادي ملوش علاقه بالكوره. فبالتالي كان يستلزم في لجنه الانضباط، وكان دايما لما كنا بنشكل لجنه الانضباط في اتحاد الكوره يكون في عنصر عن من الناس الكرويين وعنصر من الامن. ليه؟ عشان يبقى في الحس الامني موجود والحس الكروي موجود. انت النهارده ما عندكش الحته دي، فبالتالي ما اعتقدش ان ممكن لجنه الانضباط تتدخل من نفسها كده الا اذا كانت هيبقى في مذكره من النادي اللي بينتمي ليه اللعيب اللي حصلت معاه مشكله، ويقول انا اللعيب بتاعي حصل له 1 2 3 ولجنه المسابقات اخذت عقوبه كذا. لكن انت النهارده هي لجنه الانضباط تتدخل ازاي، ولجنه المسابقات المنوط بها العقوبات على اللعيبه ادت قرارها. ده وجهه نظري اللي انا بقول لحضرتك الشخصيه، لكن هنستنى وهنشوف. لكن انا مع حضرتك جدا طبعا ان ما كانش يعني فعلا حسين الشحات ما كانش حد منتظر منه كده للسيره الذاتيه واخلاقياته اللي معروفه للجميع ان يحصل منه الكلام ده. وبالتالي برضو انا سمعنا ان النادي الاهلي طبعا نادي المبادئ اول حاجه عملها برضو فرض عقوبه عليه. قد يكون الناس تقول لك عقوبه ماليه، ما هو اللعيب ده محسوب عليه العقوبه الماليه ممكن او الماديه، ممكن برضو بالنسبه للنادي مش مؤذيه للنادي، لكن هيوقفوا النادي هيوقفه ويديله عقوبه ماديه. انا اعتقد ان ده مش هيبقى لمصلحه النادي. لكن كان في قرار سريع برضو من الكابتن سلام حفيظ سمعنا كده انه فرض عقوبه ماديه على حسين. يعني اذا كل الاجواء حتى بما فيهم النادي المنتمي ليه حسين بيقول لا مش عاجبني الكلام ده. يعني قد يكون، انا عايز يعني ازود لحضرتك ان كمان يعني في قاعده بكره او جلسه بكره ما بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ولجنه التخطيط وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لبحث طبعا الأحداث اللي حصلت في مباراة بيراميدز، وقد يكون في قرار تجاه حسين الشحات أكتر من الغرامة المالية اللي وصلت ل 300,000 جنيه، قد يكون في قرار أعنف من جانب النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة تجاه حسين الشحات. وده كابتن اسلام يؤكد برضو ان زي ما حضرتك بتقول ان النادي الاهلي حريص جدا على ان ما يبقاش في حد منتمي ليه يعمل زي الحدث. طب انا بقى عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن ثروت، وانت حضرتك يعني لك خبرات اداريه كبيره، هو ينفع نادي ياخد عقوبات قويه وعقوبات الناس كلها تشيد بيها
وتحترمها، واتحاد الكورة أو رابطة الأندية تاخد عقوبة يبقى فيها تحفظ كبير جدا. حتى هقول لك من جانب نادي بيراميدز، خلينا نتكلم بشكل خبري. لا يعني طبعا يعني انا معاك طبعا، يعني اتحاد الكوره او رابطه الانديه كلاهما وجهان لعمله واحده. الموضوع طبعا انا بقول لحضرتك وارد ان يكون فعلا وجهه نظر ان القرار او العقوبه مش مت يعني ما تتناسبش مع الحدث اللي حصل، لان حدث حصل واتشير في كل المواقع، وكان يعني مسيء لحسين نفسه، يعني مسيء لحسين نفسه، لان معروف عن حسين اخلاقياته وادبه واحترامه. لا ده يعني لا يعني فعلا هو خسر كتير جدا، حتى لو اعتذر، يعني حتى قالوا انه اعتذر للعيب والكلام ده كله، الاعتذار مش كل حاجه، لكن مع حضرتك طبعا وارد ان يكون وجهه نظر الناس في محلها بان العقوبه ما تتناسبش مع الحدث، لكن هو كان سرعه العقوبه يا كابتن اسلام كانت مطلوبه. قد يكون القرار اقل من الواجب، لكن سرعه اتخاذ القرار يعني يدي برضو ايحاء ان لجنه المسابقات ودراسه الكابتن عامر حسين لا يعني حريصه ان ما يعديش كده وما تاخدش. ما انت اقول لحضرتك على حاجه، الحدث لما عدى عليه اسبوع واثنين وثلاثه، لما تجتمع اللجنه بقى ويقعدوا ويدرسوا، طب هو عمل كده ليه؟ طب هو اللعيب عمل معاه ايه؟ والقصه دي كلها، طب نسال مراقب الماتش. لا هي كابتن ثروت برضه الواقعه يعني هي، خلينا نتكلم لو هتتكلم في الجزئيه دي، هي ماشيه بالمزاج، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، يعني ماشيه بالمزاج. طبعا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كهربا لغايه دلوقتي لم يتم الاعلان عن العقوبه اللي كانت اصدرتها مثلا، وانا بتكلم هنا على منظومه، ما بتكلمش على لجان، يعني ماليش علاقه باللجان، انا بتكلم على منظومه تدير الكره في مصر. مثلا عقوبة كهربا حتى الآن لم تصدر أو لم توقع على اللاعب أو ولم تنفذ، يعني ده يعني التعبير الأصح، إلى جانب في الوقت اللي حسين الشحات في أقل من 24 ساعة صدرت بحق عقوبة، صحيح عقوبة الناس كلها طبعا يعني مستغرباها بشكل كبير، لكن هي العقوبات السرعة برضو ماشية بالمزاج يا كابتن ثروت. يعني استأذنك، هو كهربا بيلعب في نادي غير النادي الأهلي وحسين الشحات؟ لا مالهاش علاقة. طيب يعني كلاهما يعني هو أنا عمال أقول يعني إيه ده كابتن ثروت؟ بس لا أنت عارف، أنت يعني من مميزات حضرتك ان انت وانت بتديرك في اتحاد الكوره انك انت كنت بتتعامل بواقعيه مع الناس، واحنا هنا بنتعامل بواقعيه مع الناس. اي حد بيتفرج علينا هيسمع كلام حضرتك وبيقول على سرعه العقوبه فيما يخص حسين الشحات، على طول هيقول لك طب ما عاقبتوش كهربا ليه لغايه دلوقتي. فانا بستفسر من حضرتك مش اكتر. بص كابتن اسلام، كهربا وحسين الشحات بينتموا للنادي الاهلي في سرعه اتخاذ القرار بالنسبه لحسين الشحات، لان الحدث نفسه اتقل منه ناس كتير جدا، حتى المحبين لحسين الشحات، وانا بقول لك انا من الناس اللي انا بحبهم جدا، لكن انا يعني الموضوع كان صعب شويه، فبالتالي كان سرعه القرار دون النظر. حسين بينتمي للنادي الاهلي، لنادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، لا الموضوع اللي حصل قدام الناس ده في يوم فرحه والناس النهارده الاهلي بطل الدوري وكده ما ينفعش. فبالتالي موضوع كهربا ده قرار لجنه الانضباط، وليه تبعياته وليه خطوات تفعيله ده لجنه الانضباط. وانا زي ما قلت لحضرتك كده، ما بتكلمش على الجانب يا كابتن ثروت من الاول. يا كابتن اسلام قلت لك لجنه الانضباط كان لابد ان يكون هناك في اللجنه حد مارس كرة القدم كلاعب. هو اللي أوقف إمام عاشور، واللي أوقف كهربا، واللي أوقف عدد من القرارات، ما بتكلمش على يعني حالات بعينها، كانت لجنة الانضباط وكانت القرارات بتطبق. اشمعنى هتقولي اشمعنى كهربا ما اتطبقتش؟
يعني ده مش سؤال انا والله، ده سؤال لا الناس في الشارع. والله برضو السؤال ده يسأل لسيادة المستشار رئيس لجنة الانضباط، لكن انا بتكلم عليه لجنة ولا اتحاد الانضباط ولا لجنة لا مش اتحاد التظلمات؟ الكورة ولا وانا بقول لك ولا اتحاد الكورة ليه علاقة بهذا الموضوع. يعني اللجان دي يا كابتن اسلام، لجنة الانضباط والتظلمات، بيتم اختيارها وتعيينها من قبل الاتحاد من خلال الجمعية العمومية. بيكون اتحاد الكورة، عشان كده قلت لحضرتك من اول يوم ومن اول لحظة بكلم حضرتك فيها، كان لابد ان يكون في ممثل كروي موجود في لجنة الانضباط. ليه؟ عشان يقول لهم يا جماعة اللعيب ده حصل الضغط ده عليه نتيجة، عارف وعارف ابعاد اللي بيحصل ايه. انت مش جايب لي، انا مش في محكمة، انت مش جايبني في محكمة عشان تحاكمني. انت انا لعيب كورة اخطأ، فبتحاسبني بمنطلق من منطلق ان انا لعيب كوره وعلى النجيله وبيحصل مشكله والكلام ده في ملعب الكوره، بيختلف يا كابتن اسلام عن المحكمه. فبالتالي من اول يوم اتشكلت اللجنه قلت لهم، وقلت للوزير الكلام ده، قلت له كان لابد ان يكون في حد كوره في اللجنه. ودي وعلى فكره كابتن اسلام لو رجعت لجنه الانضباط في العشر سنين اللي فاتوا اللي قبل دي، يعني من قبل ما نمشي احنا ومن قبل الكابتن هاني وايام الاستاذ جمال علامه هو رئيس الاتحاد برضه، كان لازم يبقى في عنصر كروي موجود في لجنه الانضباط عشان يواجههم ايه اللي ممكن القرار ممكن يبقى صح ازاي؟ ايه ابعاد القرار؟ ايه رد فعل القرار على الجماهير؟ كل الكلام ده كابتن اسلام لازم يكون حد مارس الكوره ومارس الاداره الرياضيه يكون موجود في اللجنه. كابتن ثروت، يعني لغايه امتى هتكون الانديه في قراراتها الجماهيريه واللي بتخص الراي العام اقوى من اتحاد الكوره؟ دايما اتحاد الكوره دايما في ضعف اتحاد الكوره نتيجه انه ملوش ظهير جماهيري. دايما اتحاد الكوره لا، بيتاخد هو قرار نتيجه ان هو ما بيكونش فيه قرارات حاسمه. يا كابتن ثروت، حتى لو في، بص يا كابتن اسلام، حتى لو في قرارات حاسمه وبتتاخد، عمر القرارات الحاسمه لو عجبت نادي مش هتعجب النادي التاني. معلش انا بكلمك عشان احنا مارسنا الكلام ده. ماشي، انا وانا كنت مع حضرتك وكنا موجودين وكنا بننتقدكم برضو، ده طبيعي تمام جدا، بس تمام احنا بنتكلم على ليه اللوائح لما بتيجي بتتحط، لائحه بطوله الدوري، الكاس، الرابطه، ايا كان، يعني مره تلاقي، انا بكلمك بشكل عام، الفار هيطبق في الكاس، لا مش هيطبق في الدوري، لا ده اصلا هيطبق في نهائي الرابطه، لا ده مش هيطبق في نص نهائي كاس مصر، لا ده اصل ممكن، ده انا بكلمك ده على تقنيه الفيديو. نفس الامر بالنسبه لتطبيق اللوائح الخاصه بالعقوبات. النهارده وقعت امام عاشور مثلا، وهي برضو كانت خارج الملعب وفيها اساءات بالغه ومرفوضه للنادي الاهلي ورموزه وجماهيره، كانت العقوبه هنا بشكل معين، وثم بعد كده عقوبة أخرى للكهرباء مثلا، مش فارق معايا مين فين، يعني مش فارق معايا اللاعب لابس تيشيرت إيه، يجي نفس اللاعب ونفس الواقعة برضو تبقى العقوبة مختلفة. ليه إحنا مفيش معيار محدد للعقوبات ومعلنة مش للأندية بس، أيضا لوسائل الإعلام عشان ما يكونش لحد أي حجة؟ عارف يا كابتن اسلام، اسوأ حاجه لما بتيجي تحط لائحه نظام المسابقه انك تكتب الواقعه وتكتب من 2 لـ8 ماتشات. يعني ايه؟ بتحط من الى، تمام؟ من الى دي انت بتدي، شوف انت بتقول ايه، انا عاوز عقوبه تكون صارحه وواضحه للناس كلها. فلان عمل شوح للحكم 3 ماتشات، ايا كان بقى، ما تقولش من 1 لـ3، ما تقولش من 2 لـ3، لانك دي بتدي اعتبارات للانديه اللي انت بتتكلم عليها. انت ما دام اديتني مساحه مرونه في ان انا اخد القرار، فانا ابدا ب2 وانتهي ب8، لا انا هدي 2 للنادي اللي ملوش جماهير ادي له 8، والنادي اللي ليه جماهير واخاف من جماهيره، ده وضع على مدار السنين كلها ماشي كده. عشان كده بقول لك اسوأ حاجه لما تعمل لائحه تكتب من الى. لازم كل وقعه كابتن اسلام تبقى محدده، اللي زي ما بتدي الكارت الاحمر 3 ماتشات، ما تقلش، ما تقولش من 2 لـ3، يبقى انت بتدي فرصه للتلاعب بالقرارات. كابتن ثروت سويلم، انا بشكرك طبعا على ساعه صدرك ووجودك وتوضيحك فيما يخص طبعا
عقوبة حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه. وكان حسين الشحات دخل في مشادة مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز في المباراة اللي جمعت الفريقين في الدوري وانتهت بفوز السماوي على المارد الأحمر بثلاثية، وقام بصفع محمد الشيبي على وجهه وسبه بعد نهاية المباراة، وقرر الجهاز الفني للأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات لاعب الفريق وصلت ل 300,000 جنيه بسبب ما بدر منه تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز. وحرص حسين الشحات على التوجه لغرفة خلع الملابس للاعبي بيراميدز للصلح مع محمد الشيبي، فيما أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن إدارة النادي قررت تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكورة وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بسبب تعديه المشين على الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي. وأوضح المدير الرياضي إن النادي هيرفق بشكوى كافة الفيديوهات اللي بتثبت خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه على اللاعب بعد المباراة بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه، خاصة إنه تكرر مع نفس اللاعب في السوبر المصري بالإمارات ولم يتخذ اتحاد الكرة أو لجانه أي قرارات بحق لاعب الأهلي. حالة انقسام داخل النادي الأهلي حول حسم مصير حسين الشحات بعد واقعة امبارح. زي ما قلت لك ان محمود خطيب رئيس النادي الأهلي دعا لجنة التخطيط وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لحسم طبعا مصير حسين الشحات. البعض داخل النادي الأهلي شايف ان ده فرصة لتأكيد قيم ومبادئ النادي الأهلي بطبعا أن يتم إعارة اللاعب أو الاستغناء عنه باعتبار أنه هو صدر منه انفعال حتى ولو انفعال ملعب. بقول لك وجهة نظر داخل مسؤولين في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حتى ولو كان ده نرفزة ملعب ففي النهاية لا يليق به كيان النادي الأهلي. على الجانب الآخر في ناس بتقول إن داخل النادي الأهلي بتقول لا، لجنة وداخل لجنة التخطيط إن اللاعب تعرض لاستفزازات وبالتالي نعاقبه ماليا، علشان كده تم تغليظ الغرامة المالية من 200,000 جنيه إلى 300,000 جنيه من طبعا مستحقات اللاعب، وبالتالي خاصة ان اللاعب من العناصر الأساسية ومن العناصر المهمة، الى جانب ان مفيش وقائع سابقة للاعب تخلي ان طبعا يتم الاستغناء او التضحية بيه بالشكل ده، الى جانب ان سلوك اللاعب اساسا في المباريات بشكل عام ما بيصلش إلى هذه المرحلة. خلينا أخذ الأستاذ أيمن أبو عيد الناقد الرياضي الكبير. أستاذ أيمن برحب بيك. مساء الخير عليك يا أستاذ إسلام. أستاذ أيمن، واقعة حسين الشحات تجاه طبعا محمد الشيبي والعقوبة اللي صدرت بتوقيع غرامة 20,000 جنيه على اللاعب من جانب طبعا رابطة الأندية وإيقافه مباراتين، هل العقوبة مناسبة للحدث؟ وهل لو انت موجود او هل ترى ان ممكن يكون في عقوبات اعنف داخل النادي الاهلي خلال الساعات اللي جاية ولا لا؟ اولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. خلينا نقول احنا كلنا طبعا نعتذر عن هذا الموقف المشين الذي أساء للكرة المصرية كلها وأساء يعني لكرة القدم عموما، ولكن الإساءة الأكبر ربما فاجئتني بها هي لجنة الأندية أو رابطة الأندية ب
بالتسريع باتخاذ عقوبة، يعني ما مش عاوز أقول يعني لا يمكن أبدا تتخذ مثل هذه العقوبة في مثل هذا الموقف الذي شاهده العالم كله ومصار جدل، ربما يعني وصلت الأفضاء إلى الصحافة المغربية وهناك حالة من الغضب وربما تصعيد الأمر للفيفا. فأنت يعني هو عندما يتخذ هذا القرار هو بيقطع الباب على لجنة الانضباط إنها تتخذ عقوبات مغلظة وأشد. يعني أنا عاوز أقول إنه هذا التصرف المشين من حسين الشحات رغم إنه هو يعني نقدره كلاعب وله كل التقدير وساهم في إنجازات النادي الأهلي، ولكن هذه ربما الواقعة الثالثة وربما لا يعني لم يلحظ البعض عندما جذب الحكم من الفانيلا ومرت مرور الكرام في المباراة الأفريقية وكادت تكلف الأهلي الكثير في مباراة صن داونز. أيضا عندما خرج منفعلا وقال البعض ربما أنه كان ربما اعتراضا على تغييره، ولكن البعض بررها بأنه كان غاضب من أداء لاعبي زملائه في الملعب وكان ربما يعني يشتم أو يتفوه ببعض الألفاظ ضد زملائه. كل هذا مر مرور الكرام على إدارة النادي الأهلي ولم تتخذ معه أي عقوبات. فكان طبيعيا زي ما عندما نقول بالمثل من أمن العقوبة أساء الأدب، فهو عندما لم يعاقب في المرتين السابقتين تمادى في هذه العقوبة وارتكب هذا الجرم فيه تجاوز في حق هذا اللاعب سواء كان مغربي أو مصري، تجاوز يعني يندى له الجبين ولم يحدث في الملاعب المصرية منذ يعني لم نرى على مدى تاريخي في التغطية الأحداث الرياضية لم أرى هذا الحادث في مباراة كبيرة بهذا الشكل أو من لاعبي النادي الأهلي الذي دائما نصفه بنادي المبادئ والقيم. وإن كنت أنا بحيي إدارة النادي الأهلي على تقليد العقوبة باتخاذها مبلغ بتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، ولكن المخزي والذي يعني نخجل من إعلانه هو عقوبة رابطة الأندية بإيقافه مباراتين وعشرين ألف جنيه. هو أنت خايف تغلظ عليه العقوبة؟ هو أنت خايف تغلظ عليه المالية؟ ربما يعني حسابه في البنك لا يوجد به رصيد. أنا مش عارف يعني حاجة يعني أنا أعتقد وأنا مش وأنا بتكلم معاك ربما تصعيد الاتحاد المغربي للشكوى للفيفا ربما تصدر عقوبة من الفيفا وليس من لجنة الانضباط أو من اتحاد الكرة المصري عموما ككل، وربما تدرج هذه الواقعة تحت العنصرية نتيجة هذا اللاعب الذي تم الاعتداء عليه لاعب محترف في غير مصري في الملاعب المصرية. أستاذ أيمن أبو عيد الكاتب الصحفي الكبير بشكرك طبعا، الكلام مهم جدا معلقا طبعا على عقوبة حسين الشحات بالإيقاف مباراتين والغرامة 20,000 جنيه. في نفس الوقت زي ما قلت لك ويمكن أستاذ أيمن قال اللي وصلت سويلا برضو أكد على ده أن الواقعة تسيء إلى الكرة المصرية. لكن خليني أقول لك أن حسين الشحات كمان نفسه طبعا اعتذر عن الواقعة وقال طبعا عبر صفحته أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني أو حسب ما مكتوب له يعني أو اللي كاتب. المهم يعني أن هي على حساب حسين الشحات بصرف النظر عن مين اللي كاتب. بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل خاطئة لغضبي حين سب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيها الشيطان حينها، وأنني طبعا أستغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير. لن أبحث عن مبررات ولكني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا أبدا ولا أمتلك أي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعا بشرف.
لأن الاعتذار من شيء من الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقانا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة، وأعتذر عما بدر مني، فهي ليست من سلوكياتي، وأريد أن أعبر عن احترامي لكل من أشقائنا اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري، وأنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي، وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق، وأن لا يصدر أي شيء آخر يسوءكم مني مرة أخرى. جميل جدا اللي كاتب البيان ده. سخطه طبعا حد اللي كاتبه، ده رقم واحد، لكن هو ليه ما تمش الاعتذار بشكل معلن لمحمد الشيبي اللاعب اللي صدر بحقه التصرف المسيء والمشين من جانب حسين الشحات؟ يعني ليه اللي كتب البيان ده ما كتبش واعتذر لمحمد الشيبي؟ وليه ما قالش اعتذر كمان للجهاز الفني واللاعبين في نادي بيراميدز؟ لان انما فكره الجمله المطاطه اللي مكتوبه ان والجهاز وانني ولا واعتذر ولان الاعتذار من شام الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع، لاداره الاهلي حقه طبعا، للجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الاهلي والكره المصريه والمغربيه. طب فين اللي صدرت ضده والعربيه جميعا عن رده فعلي السيئه؟ واعتذر على ما بدر مني، فهي ليست من سلوكياتي، واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين. يعني اللاعبين العرب، طب الراجل اللي صدرت ضده العقوبة او اللي اتضرب او اللي تم صفعه على وجهه، ده مش من حقه ان هو يذكر يا حسين، او اللي كتب البيان للكابتن حسين شحات. وعلى فكرة ان حد يكتب لحسين شحات ده طبيعي، لان في النهاية حسين شحات لعيب كورة، فمش من يعني مش من قدراته ولا امكانياته، ربنا اداله قدرات وامكانيات في الملعب، لكن هو مش عارف يصيغ هذه الصياغة. وانا بقولها لك، انا عارف انا بقول لك ايه، لكن في نفس الوقت كان يجب على من كتب هذا البيان انه يعتذر للرجل اللي اتضرب على وشه. من الاخر كده، هذا الرجل اللي له كل الاحترام والتقدير، محمد الشيبي، اللي بيتواجد حاليا في الاراضي المقدسة هو وزوجته لأداء مناسك العمرة، ثم سيعود للقاهرة لاتخاذ إجراءات تصعيدية لما بدر في حقه من جانب حسين الشحات. ليه بقى ده حصل؟ لأن حصل زي ما قلت لك في الكواليس، يمكن اللاعب لاعب بيراميدز حكى لزملائه في الفريق إن اللي حصل دوت مش وليد اللحظة ومش لأول مرة، وحصل قبل كده في بعض المناوشات كانت حصلت في مباراة سوبر ومباراة كاس مصر، وبالتالي كان مع بعض برضو لاعبي النادي الأهلي. لكن خليني أقول لك كمان إن برضو محمد الشيبي أخطأ عندما توجه لجماهير الأهلي وأشار ليهم بطريقة غير لائقة. الطريقة ديت هي الصورة اللي ظاهرة قدامك، ان بعد اعتقد ان بعد الهدف الاول وبعد تسجيل الهدف الاول، ان يعني الاشارة يعني غير لائقة، وانا بحاول برضو انتقي الالفاظ دي. احد ده يوري لك الاحداث، وده يوري لك المشكلة اللي حصلت. كان برضو في استفزازات بتحصل ما بين اللاعبين وبعض، ده طبيعي جدا في المباراة، لكن انت مالك ومال الجمهور؟ يعني برضو محمد الشيبي لاعب
بيراميدز، الامر اللي صدر من حسين الشحات هو امر مرفوض تمام، لكن في نفس الوقت امر مرفوض منك ولا من غيرك، سواء انت لاعب مصري لاعب محترف في الدوري المصري، انك انت تشير لجماهير النادي الاهلي او جماهير اي جماهير في الدنيا بانك انت تعمل لهم كده. فانت برضو رايح بتستفز الناس، وبالتالي كان يجب للناس اللي هي بتتخذ عقوبات، انا لو موجود في رابطة الأندية لابد من التحقيق في هذه الواقع او في هذه الصورة، ولابد من اتخاذ قرار في هذا الشأن. لكن هرجع واقول لك مليون مرة، اذا يعني وجهة نظري، ده انا وجهة نظري دي على جنب، ان لو انت هتعاقب مباراتين وعشرين الف جنيه تعاقب محمد شيبي، لكن وقعة حسين الشحات هي وقعة من الوقائع المسيئة، مش للاعب، مش لتيشيرت النادي الاهلي، لكنها مسيئة للكرة المصرية. وكل اللي عملته الرابطة من ساعة من بداية الموسم، جه حسين الشحات بسهولة جدا بوقعة خلص على النظام اللي بيحصل، إجراء القرعة، محاولة الجماهير، زيادة أعداد الجماهير، كل ده. أنا لو راجل أجنبي وببص على وقع زي دي هقول لك اللي بيحصل في الدوري ده أيا كانت الدولة، ده تهريج أقل ما يقال. ولو سمعت العقوبة طبعا هتبقى عقوبة صعبة جدا. خليني جيل نجم الكبير الكابتن محمد حمص، نجم مصر ونجم نادي الإسماعيلي، واحد من أهم اللاعبين في تاريخ نادي الإسماعيلي وفي تاريخ الكرة المصرية، لاعب سواء طبعا بيعشق كل الناس، ما عليهوش أي اعتراض. وبص بقى على اللاعب اللي بيبقى تاريخه نظيف نظيف، مش بس اجتهاده في الملعب، لا، في سلوكياته داخل الملعب وخارج الملعب، لعيب كل جماهير الأندية المصرية والعربية بتحترمه وبتقدره لأخلاقه وإمكانياته وطبعا قدراته الكبيرة. بعد الفاصل بيشرفنا وينورنا النجم الكبير، نجم مصر ونجم نادي الإسماعيلي، محمد حمص. بتمتلك الكرة المصرية عبر تاريخها العديد من اللاعبين اللي لمعوا وتألقوا في سمائها وأصبحوا أساطير ونجوم تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، وذلك لما قدموه من إنجازات خلال مشوارهم في الملاعب. ومن ضمن هؤلاء النجوم اللي قدموا الكتير للكرة المصرية، محمد حمص نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق. بيعتبر محمد حمص أحد أهم لاعبي الإسماعيلي في القرن الواحد وعشرين وأقربهم لقلوب جماهير القلعة الصفراء، فارتدى قميص برازيل مصر منذ أن كان لاعب في صفوف الناشئين وصولاً للفريق الأول اللي حمل شرطه لفترات طويلة. كمان بيعد محمد حمص واحد من أفضل اللاعبين اللي شغلوا مركز وسط الملعب في منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة. مواليد يناير 79، بدأ مسيرته عبر بوابة نادي الإسماعيلي في عام 97 وارتدى القميص رقم 8 منذ بداية رحلته مع القلعة الصفراء، واللي استمرت لمدة 16 عام كامل قبل ما ينضم لصفوف وادي دجلة لمدة موسم واحد، وبعدها يقرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي. بيعد محمد حمص من هداف الإسماعيلي على مر التاريخ برصيد 51 هدف، فسجل 33 هدف في بطولة الدوري الممتاز، وست أهداف في كأس مصر، وهدف في السوبر المحلي، وست أهداف في بطولات أفريقيا، وخمس أهداف في البطولات العربية.
وبيمتلك محمد حمص خلال مشواره 3 ألقاب من أصل 6 ألقاب بيمتلكها الإسماعيلي عبر تاريخه، فحصل على لقب كأس مصر موسم 97 بجانب لقب آخر في موسم 2000، وبيمتلك لقب للدوري الممتاز موسم 2002. وبيتواجد محمد حمص في قائمة أكثر 20 لاعب انتماءً وإخلاصاً لناديهم واللي أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك نظراً لطول الفترة اللي قضاها اللاعب مع برازيل العرب. وعلى المستوى الدولي بدأت مسيرة محمد حمص مع منتخب مصر في عام 2000 مع الراحل محمود الجوهري، وخاض أول مباراة ليه بقميص الفراعنة ضد كوريا الجنوبية في نهائي كأس ال جي اللي أقيمت بإيران، بينما بتعد مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 2002 هي أول مباراة رسمية ليه مع منتخب مصر. وخاض حمص مع أحلى، وبيمتلك حمص في مسيرته لقب كأس الأمم الإفريقية عام 2008 اللي أقيمت في غانا، وبعد الاعتزال اتجه محمد حمص لمجال التدريب وعامل مدرب لفريق ظفار العماني موسم 2016، وتوج معه بلقب الدوري وكأس السلطان، وبعدها تولى تدريب فريق النصر العماني وتوج معه بلقب كأس السلطان، وفي 2019 تولى قيادة فريق القناة، وفي 2021 عاد لبيته وعامل مدرب للإسماعيلي قبل ما يقرر الرحيل، وفي 2023 عاد محمد حمص لمنصب المدرب العام مع الجهاز الفني لحمزة الجمل، ونجح في مهمته بإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط. في مسيرة أي صحفي أو أي إعلامي لما بيجي بيحاور نجوم أو أسماء كبيرة بيكون طبعاً يعني شرف لي في المقام الأول محاورة هذا النجم، وعندنا نجوم قليلة جدا هي اللي عليها إجماع كبير من كل الأندية، وبالذات لما تكون بتلعب في نادي بحجم وشعبية نادي الإسماعيلي، وقد يكون في مناوشات مع جماهير الأهلي تحديدا وجماهير الزمالك احيانا او بعض الشيء، لكن لما تكون جماهير القطبين مجمعه على الاسم او النجم الكبير اللي موجود معانا النهارده، ده يوري لك هو كان سلوكياته عامله ازاي في الملعب، وايضا اداؤه المميز جدا، الى ان بيكون بقى في مكافاه من المولى عز وجل بهدف لن يمحو التاريخ. عنده أهداف كتير، عنده بطولات طبعا مع نادي الإسماعيلي، لكن الهدف الأشهر لكل جماهير الكرة المصرية واللي هيفضل عالق في التاريخ هو هدفه في مرمى واحد من أفضل حراس العالم عبر تاريخها، الحارس الإيطالي بوفون، النجم الكبير الكابتن محمد حمص نجم مصر ونجم نادي الإسماعيلي الأسبق. كابتن حمص برحب بيك، منورنا ومشرف. يا مساء السلام، شرف ليا طبعا أكون موجود معاك، وإن شاء الله نقدم حلقة يستمتع بها الجمهور إن شاء الله. ربنا يخليك كابتن، لكن يعني أكيد هو كل الناس أول لما بتشوفك ولا بتكلمك لازم بيبقى السؤال الأبرز هو هدف حمص في مرمى بوفون في إيطاليا، الهدف الأشهر بالنسبة، رغم أن أنت ليك أهداف حلوة كتير مع الإسماعيلي. أكيد طبعا، يعني الهدف ده يعني هدف غالي، لأن فرح الشعب المصري كله أنك تفوز على بطل العالم في الوقت دوت منتخب إيطاليا، فهدف غالي جدا يعني على الكره المصريه تفوز على بطل العالم، فغلاوة الهدف تيجي من هنا. يعني انت كنت هتلعب اساسي في الماتش ده ولا جبص ولا حصل حاجه فانت لعبت؟ لا لا لا، هو طبعا كلنا جاهزين، احنا كان قبليها مباراه البرازيل دي من انا شايفها من امتع واحسن المباريات اللي احنا في تاريخ الكره المصريه، رغم الهزيمه خسرنا في 4-3 4-3 في اخر ثانية. في اخر ثانيه ضربه جزاء، كابتن حسن فضل ان هو يريح بعض الناس، لان كان كنا في انتهاء الموسم الدوري،
كان في حاله من الاجهاد لبعض اللاعبين، والحمد لله كان في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نفوز على بطل العالم، وربنا وفقني الحمد لله. يعني انا يعني مميز في ضربات الراس وكده، فكان في توفيق من عند ربنا. ابرز تعليق جالك ايه بعد الهدف ده ما تنساهوش ابدا؟ تعليق حتى من لعيبه في اوضه اللبس، من كابتن حسن، من كابتن شوقي، حد ادك مكافاه يعني على الجول دوت؟ يعني هو كان ابرز تعليق كان من فنان طبعا رمز جلال. طبعا انا بعد المباراه احنا رحنا على الفندق، فطبيعة انا بتجنب يعني وكده، فعايز اطلع الغرفه وكده تعبانين وكده بعد المباراه، فهو شافني وكده فجي ورايا قال لي انت جايب جون يعني عالمي، جون عالمي يعني وكده. فده كان ابرز يعني التعليقات يعني كان بعد المباراه. يعني كان من رمز جلال. ما خدش مكافاه على الجول ده بيني وبينك؟ لا، هي المكافاه اللي احنا اسعدنا الشعب المصري، دي اكبر مكافاه يعني، ادخلنا سرور على الشعب المصري كله. كابتن حمص، هو انت ليه ما بتحبش الظهور الاعلامي، ما بتحبش التواجد في وسائل الاعلام بعيد تماما يعني، سواء وانت لاعب او دلوقتي مدرب، بتبقى قليل جدا في الظهور الاعلامي؟ لا بالعكس والله، متواجد يعني وكده. طبعا التواجد الاعلامي مهم جدا، لكن انا متواجد والله يعني. طبعا ظروف الشغل، طبعا الموسم ده كان موسم صعب علينا في النادي الاسماعيلي، كان صعب يعني، فكان كل تركيزنا وكل وقتنا مسخرين كل حاجه ان النادي الاسماعيلي يطلع من الازمه اللي هو فيه. هل يعني كنتم متوقعين ان يتم التوجيه الشكر للجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن حمزه الجمل والجهاز المعاون بعد بقاء الفريق في الدوري؟ احنا كنا جايين لمهمه، والحمد لله انجزنا المهمه ديت. مهمه كانت صعبه جدا، لكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى ربنا كرمنا، والجهاز الفني يعني دول من ابناء النادي الاسماعيلي، كلهم نجوم وكلهم حصلوا على بطولات مع النادي الاسماعيلي. كابتن حمزه الجمل تحمل الكثير بصراحه في ظروف صعبه جدا، ودي تاني موسم على التوالي. الموسم السابق جينا برضو في ظروف صعبه جدا، الحمد لله ربنا وفقنا. ويمكن الواحد حزين ان هو بيتكلم على نادي كبير ونادي عظيم ونادي ليه شعبيه كبيره جدا سواء في افريقيا او الوطن العربي، ان بيمر بقاله 3-4 سنين موضوع الهبوط وكده. لا، نادي الاسماعيلي طول عمره، يمكن انا الفتره اللي انا يعني عشتها في نادي الاسماعيلي عشت اكتر من بالنسبه لي في حدود 25 سنه ولا حاجه او 30 سنه في نادي الاسماعيلي، منهم 15 سنه في الدوري الممتاز. ما بنقلش عن المراكز الاربعه يعني، في المراكز الاربعه يعني الفتره اللي انا عشتها في نادي الاسماعيلي ككلاعب 3 بطولات بالظبط يعني. طول عمرنا بننافس، بطولات في نظره في البطولات، لكن دايما انت منافس في المربع الذهبي، بيتقال اهلي زمالك اسماعيلي، دايما انت منافس وكده. فالواحد حزين ان النادي الاسماعيلي بقى له 3-4-5 سنين في موضوع الهبوط والصراع على الهبوط وكده. انا طبعا يعني الجهاز الفني بقياده الكابتن حمزه الجمل بالارقام والنتائج الحمد لله محققين نتائج كويسه جدا، وانا عندي معلومه يعني بالنسبه لتوجيه الشكر وكده. لا انا عندي معلومه ان الكابتن حمزه في ان هو موقع تجديد عقد مع النادي الاسماعيلي، لكن هو في موافقه بتاعه الجهه الاداريه تقريبا حاجه زي كده يعني من فترة. الكلام ده من فترة يعني، من فترة من عندي معلومة من فترة ان حمزة الجمل موقع على عقد لكن مستنيين من الناحية القانونية الجهة الإدارية رد الجهة الإدارية. الكلام ده من فترة يعني. هما ليه اللجنة الفنية قعدت مع إيهاب جلال؟ أنا ما أعرفش، أنا والله كراجل فني أنا ما أعرفش الأمور ديت. أنا أعرفه في اللجنة الثلاثية بجد كابتن إسماعيل حفني كراجل فني، و المدير المالي استاذ محمد اسماعيل واستاذ محمود الياسقي، وتقريبا طلع بيان من النادي. يعني انا كناحيه فنيه بتكلم كناحيه فنيه، كان اداريه انا ما اعرفش يعني بالنسبه للموضوع ده يعني.
فبالتالي هو الكابتن حمزه جمال موقع على عقد للتجديد للموسم ده. الكلام ده من فتره، لان انا عارف فتره، لكن مستنيين طبعا وقت اللجنه المؤقته اللي هي برئاسه اللي هو ابو بكر لكن هم ما لهمش حق التوقيع، الكلام ده كان من فتره، لكن اللي ليه حق التوقيع تقريبا اعتقد يعني استاذ محمود الياسكي تقريبا اللي هو المدير التنفيذي للنادي، بس مستنيين طبعا الجهه الاداريه. الجهه الاداريه. طيب يبقى خلينا نقول ان الجهاز بينتظر قرار الجهه الاداريه او الاداره، سواء بقى بالاستمرار او بتفعيل العقد اللي وقع عليه الكابتن حمزه الجمل بالاستمرار في الموسم اللي جاي. بالظبط كده. طيب كابتن حمص، الجهاز الفني قعد نادي الاسماعيلي للموسم الثاني على التوالي، لكن خليني اقول لك الجانب الاخر، ان اتقال كان معايا كابتن صبري المنياوي عضو اللجنه الفنيه، قال لي ان احنا بنمتلك لاعبين مميزين وعدلي اللعيبه، فكان من المفترض ان يكون اولا في سيطره على اوضه اللبس وفي اداء افضل من كده، لكن عدم السيطره على اوضه اللبس تسبب في ان الاداء ان احنا قعدنا في اخر مباراه، وبالتالي ده كان مخلي كابتن صبري المنياوي من ضمن الناس اللي بيرجحوا رحيل الجهاز الفني بقياده كابتن حمزه الجمل. لا بالعكس، طبيعي جدا اللي ممكن بيحصل فيه مشاكل، انت بتتكلم حضرتك في اللعيبه ليها مستحقات من الموسم السابق وليها مستحقات الموسم دوت، وعندك لعيبه يعني عندنا لعيبه محترفين غادروا النادي بسبب المستحقات. لا احنا بالعكس، احنا في سيطره، واللعيبه دي انا يعني من خلالك بشكر اللعيبه دي، اللعيبه دي رجاله فعلا واستحملت ظروف صعبه جدا مرت على النادي، ومنهم لعيبه انتهت العقود بتاعتهم واستمروا وادوا لغايه يعني حتى بعد انتهاء العقد بتاعهم. لا كان في سيطره، ويعني احنا انا مش يعني انا عايز اذكر لك، احنا في مره من المرات اللعيبه نفسها جت قالوا كباتن الجهاز الفني احنا بنحترمكم وبنقدركم، بس مش عايزين تبقوا انتوا الصداده، سيبونا مننا الاداره. فطبعا لا، احنا كابناء النادي وكده ما بنرضاش بالكلام دوت. ففعلا يعني احنا بالنسبه لنا طبيعي جدا ان اللعيبه مضغوطه واللعيبه عندها التزامات وعندها مشاكل، انت في مرونه عندنا في يعني حاجات ممكن تعديها، لكن في حاجات لا خدنا فيها قرارات وخدنا فيها وقف وفيها خدنا فيها خصومات، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا السنه دي من اصعب المواسم اللي مرت على النادي الاسماعيلي. انا اعتقد ان كان في مشاده ما بين اثنين لعيبه، انا مش متذكر مين بالظبط، وانتوا وقتها يعني كنتوا في حاجه للعيبه دي، لكن خد قرار بالايقاف او بالاستبعاد. ايوه ده طبيعي بيحصل في كل الانديه، احنا بشر وفي اخطاء وفي ضغوطات على اللعيبه، وفي يعني انت بتمر بظروف صعبه جدا وبتنافس على الهبوط وعندك التزامات وعندك صوت وعندك، فطبيعي جدا ان هيحصل يعني ما بيحصل في الاسره، ممكن في اختلاف في مشاكل، فده طبيعي جدا اللي هو بيحصل، لكن في حاجات كنا بناخد فيها قرارات وقرارات حاسمه بوقف وخصم. ده كان بيحصل طيب. وحصل برضو استنادا من البعض ان بدليل ان تم اللجوء للكابتن احمد العجوز ان يكون مدير للكوره، ان يكون يعني موجود بيختص بالامور الاداريه والعقابيه، بحيث ان يتم طبعا التصدي للمشاكل اللي كانت موجوده في اوضه اللبس. طبعا الكابتن احمد العجوز نجم كبير طبعا واضافه، لكن انا عايز اقول لك ان الكابتن حمزه الجمل كان في مشاكل كتير قابلتنا في بدايه تولي الكابتن حمزه، وقدرنا ان احنا نحلها، ومن ضمن المشاكل ديت كان في فجوه بين اللاعبين والاداره، وقدر الكابتن حمزه اللي يعني العلاقه يبقى في توافق بين اللاعبين وبين الاداره، ومن ضمن المشاكل كان بتحصل فيه مشاكل ماديه، كان في ازمه لمحمد حسن كمان وانتوا كنتوا خدتوا قرار فيه. كان في ازمه، كان محمد حسن وكان احمد محسن كان عندنا معسكر، والمفروض ان كل اللاعبين ملتزمين في المعسكر، وخرجوا هما الاثنين من المعسكر، وخدنا قرار في يوم بالوقف، كان مباراه الداخليه ومباراه مصيريه ومباراه مهمه جدا، وخصم وتوقفوا الاثنين،
ويمكن محمد ما عرفش انا ظروفه ايه بعد كده بعد المباريات. احمد محسن هو خلاص احنا هم اخطاوا واخدوا جزاءهم في هذه المباراه، واحمد محسن بعد كده التزم وجه التمرين ولعب مباراه الاتحاد وما عندناش اي مشكله، والتزم الراجل وادى فيها. وكان في برضه قرار يعني ضد عمر الوحش برضه، هو حصل ما بين عمر ومخلوف تعدي وكان برضه اعتقد كان مباراه ما كل دي كل دي قرارات اهي اخذنا اخذنا فيها قرارات ووقف. لا انا فاكر ان حاجات زي كده انا كتبتها كمان او اتكلمنا عنها هنا في البرنامج، انتوا خدتوها في كجهاز فني. في قرارات حاسمه احنا خدناها، يعني في ما بيبقى في تدخل، لا في تدخل يعني، لكن في حاجات بسيطه احنا بنعديها طبعا، ظروف اللعيبه ومضغوطين والمشاكل اللي عندهم الماديه وعندهم مشاكل برضه اكيد، فاحنا مش هنخنقهم يعني. طيب كابتن حمص، الكلام على طريقه اللعب، انا فاكر برضو ان وقت مباراه النادي الاهلي اللي خسرتوها 1-0 البعض كان بينتقد طريقه اللعب وان كان النادي الاهلي مش في حالته، وكان ممكن نادي الاسماعيلي لو في جراه، انا فاكر الجمله اللي اتقالت وقتها، لو في جراه من الجهاز الفني في الطريقه الهجوميه او في الرغبه في الفوز او في ان انت تكسب الثلاث نقاط كان ممكن يحصل، لكن الجهاز الفني كان خايف زياده عن اللزوم. لا احنا بالعكس، احنا كل مباراه بننزل فيها هي 3 بونت، هم 11 لعيب واحنا 11 لعيب، احنا لينا طريقتنا واسلوبنا احنا. لا بالعكس، احنا ما كانش فيه خوف، انت بتلعب بطل الدوري النادي الاهلي، وانت النادي الاسماعيلي اسم كبير والنادي الاهلي اسم كبير، واحنا قدينا، انا شايف ان احنا قدينا مباراه كويسه جدا ووصلنا وما كانش فيه توفيق. لو بصيت على نتائج نادي الاهلي، لا قبلينا او بعدنا، لا النادي الاهلي كسب، بيكسب 3-4 وسكور، لا احنا قدينا في مباراه الاهلي يعني بشهاده جميع النقاد اللي احنا قدينا ووصلنا، لكن ما كانش فيه توفيق. يعني يمكن ادائكم كان افضل كمان، انا اللي بقول بقى قد يكون انت حضرتك متحفظ يعني افضل من الزمالك يعني شال 3 في شوط واحد، والزمالك يعني ما عندوش مشاكل، احنا لا احنا عندنا مشاكل كتير يعني، وبعدين انت بتلعب وانت مضغوط، فدي بتفرق برضو غير ما بتلعب وانت مستريح. كابتن حمص، يعني ليه اللغط وليه الجدل اللي بيحصل على الجهاز الفني سواء السنه اللي فاتت او السنه دي، ايه السبب؟ هل في حاله من التربص؟ هل في مثلا قرارات انتوا بتمنعوا الناس من التدخل في عملكم فده بيسبب بعض المشاكل ليكم؟ ايه السبب سواء السنه اللي فاتت تيجي في وقت صعب جدا ثم بعد كده الفريق يقعد وتكون انت السبب في بقاء الفريق كجهاز فني بقيادة كابتن حمزة الجمل، ثم بعد كده تمشوا يجي جريده تحصل مشاكل ندخل في نفس الأزمة وبرضو يجي حمزة الجمل وتقعدوا، ولغاية دلوقتي برضو بيكون في انتقادات في مشاكل، ما عملتش حاجة ما عملتوش حاجة، ايه السبب؟ لو قلنا بالأرقام، لا الجهاز ده خلال سنتين محقق ارقام افضل ارقام. لو قلنا احنا في جهاز السنه اللي فاتت كابتن طلعت ويجي بعديه براون ويجي بعديه كابتن حمد والسنه دي جريدو وميدو وكابتن ايمن الجمل، فبتتكلم في 6 اجهزه. انت لو بصيت بالارقام يعني مع احترام لجميع الاجهزه، ناس جت وادت واشتغلت بكل امانه وحاولت انها تعمل حاجه للنادي. لو معانا مشوار الاسماعيلي من ساعه ما تولى الكابتن حمزه الجمل يا ريت نعرضه يا جماعه. فبالارقام احنا افضل ارقام. بالنسبه للموسم السابق احنا جينا وجينا في ظروف صعبه جدا والحمد لله حققنا الهدف. يمكن اللي اتقال ان احنا عشان خاطر مجلس الاداره السابق قال لك عايزين ندي فرصه للناشئين وكده، احنا عارفين امتى ندي التوقيتات للعيبه، واحنا عارفين لان توقيت صعب جدا يعني. انت بس فيما يخص، انا هرجع لحضرتك فيما يخص الارقام بس عشان حضرتك كنت بتتكلم عليها، انتوا اول ماتش كان فيوتشر وتعادلتوا 0-0 ثم فاركو برضو حصل تعادل
ثم بعد كنا كده افضل كنا افضل واحسن والاقرب في الماتشين ان احنا نكسب الماتشين دول. كاس الرابطه كسبت تعادلت 1-1 وبعدين كسبته في ضربه الترجيح وبعدين سموحه في سموحه وبعدين سيراميك كليوباترا تعادل ثم فوز على امي 3-1 ثم فوز على المصري 2-1 وبعدين الخساره في كاس الرابطه من المصري ثم خساره من بيراميدز والتعادل ثم الفوز على الزمالك وبعدين الخساره من البنك الاهلي وتعادل مع حرس الحدود وبعدين خساره من النجوم دي كانت خساره مفاجاه كابتن حمص يعني ثم تعادل مع المقاولين العرب والخساره من طلائع الجيش 1-0 والتعادل مع اسوان 1-1 والخساره من الاهلي 1-0 ثم فوز الداخليه 1-0 والفوز على الاتحاد السكندري فوز كبير 4-1. انا هرجع لنقطه اللي احنا الموسم ونهينا الموسم وبعد كده ما كملناش. كان السبب ان انت يعني الناشئين ما اديش فرصه للناشئين وكده. احنا مشينا بعد الموسم دوت فالطبيعي احنا لينا رؤيه الناشئين لازم نختار لهم التوقيت الصح اللي ندفع بيهم. فمشينا فالطبيعي ان احنا رؤيتنا احنا غلط ان الناشئين لا الناشئين لازم تلعب لا الناشئين ما لعبوش الا معانا. يعني احنا مروان حمدي ما لعبش الا معانا. عبد الله السعيد ما لعبش الا معانا. بالنسبه لعمر الساعي واياد اياد اول واحد اكتشفه كابتن حمزه وطلب من الاداره ان هي تعمل له عقد. عمر الساعي اول واحد لعب مع كابتن حمزه الموسم السابق كان في مباراه وديه مباراه طلائع الجيش وكان موجود منتخب الشباب ساعتها كابتن محمود جابر بكره كابتن محمود جابر. فبالنسبه للناشئين لا بالعكس يعني احنا عايزين ندي فرصه للناشئين وعندنا ناشئين كويسين جدا بس امتى تديهم التوقيت؟ التوقيت الصح ده مهم جدا يعني. فمشينا احنا الموسم السابق ورجعنا الموسم دوت. يمكن انا الكابتن علي ابو جريشه انتقد الاداره الموسم السابق ان ازاي ان الجهاز ده قدر ان هو يحقق المطلوب منه وده الطبيعي ان هو يكمل. انا مش تعاطف والله عشان انا موجود في الجهاز لا ايا كان سين صاد ده الطبيعي وشوفنا التجربه نجحت مع نادي المقاولين العرب كده الكابتن شوقي غريب حصل استقرار حصل كبير. استقرار خلاص عرف كل كبيره وكل صغيره وعرف نقاط الضعف عنده ونقاط القوه ومحتاج يدعم فين. فده انا والله مش تعاطف ولا تحيز يعني لكن ده الطبيعي والكابتن علي طلع انتقد الاداره في كذا مكان ان الجهاز ده حقق وعمل وحقق المطلوب منه فالطبيعي ان هو يكمل. فبس فاحنا بالنسبه لنا يهمنا طبعا النادي الاسماعيلي يبقى في مكانته الطبيعيه يرجع تاني ينافس على البطولات. طيب ده كل اللي يهمنا كابتن يعني. كابتن حمص هل من تفسير عند حضرتك في مفاوضات اللجنه الفنيه والجلسه اللي حصلت مع ايهاب جلال؟ لا انا بالنسبه لي راجل فني انا يعني الحاجات الاداريه دي أنا مش بتاعتي انا دي حاجه اداريه انا راجل فني. بالنسبه لك بتسبب لك يعني صدمه ان انا واحد من ابناء النادي الاسماعيلي وباجي وما بحطش في دماغي اي حاجه في الدنيا غير مصلحه النادي فبعد ما بيقعد الفريق بيتم الاستغناء عني مرتين؟ طبعا دي بتاثر في الواحد طبعا يعني احنا نفسنا طبعا يعني النادي الاسماعيلي يبقى في مكانه كلنا اولاد النادي يعني كلنا اولاد النادي. هل الجهاز الفني محسوب على اللجنه المؤقته؟ لا احنا محسوبين على النادي الاسماعيلي برئاسه اللواء ابو بكر الحديدي. لا لا احنا محسوبين على النادي الاسماعيلي اللي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. اللي هو انت بتتعامل مع اي مسؤول بيك بالظبط كده انا يعني المسؤول ده هو اللي يعني هو النادي الاسماعيلي. فانا احنا مش محسوبين على حد احنا محسوبين على النادي الاسماعيلي اللي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى بس. طيب كابتن حمص يعني برضو هل العروض اللي كانت بتيجي للعيبه هي كانت السبب في ان الاداء يكون في متراجع بعض الشيء في بعض المباريات زي مثلا يعني النادي الاسماعيلي بتاريخه باسمه الكبير ما ينفعش يخسر من نجوم ويودع طبعا البطوله
هل ده بسبب المستحقات ولا بسبب العروض اللي كانت بتيجي للعيبه؟ لا، هو سبب ان انت عندك مشاكل كتير في النادي. ده انا شايف السبب الرئيسي، يعني اللعيبه مشتته طبعا، اللعيبه مضغوطه، اللعيبه عندها مشاكل. احنا لو شفت ماتش النجوم اللي التشكيله اللي بدانا بيها، لا كلهم لعيبه اساسيين، كلهم لعيبه ليها اساميها يعني. لكن هل انعدام الثقه بعدم الفوز او بان انت كلاعب بتمر بمشاكل في الفتره اللي فاتت بالنسبه كمان للعيبه الكبار، هو اللي خلى في انعدام للثقه في بعض المباريات، فبالتالي كنت بتخسرها او بيحصل تعادل كان ممكن؟ يعني انت حضرتك لسه كنت بتقول لي ان ماتشين فيوتشر وفاركو احنا كنا الافضل. فاركو وسيراميكا. فاركو وفيوتشر لا ما كناش كويسين. وسيراميكا كنا الافضل وكان ممكن نكسب. كنا هل افضل. هل انعدام الثقه بالنسبه للعيبه هو السبب، ولا كان يعني لسه الجهاز الفني ما تاقلمش مع الفريق اللي تولى مسؤوليته في الموسم الحالي؟ لا مش انعدام ثقه، هو توفيق، عدم توفيق. يعني كانش في توفيق في المباراه دي، في مباراتين يعني، وصلنا مباراه فاركو وصلنا، وترجمه الفرص ما كانش في توفيق يعني. بس لكن انعدام ثقه او مشاكل او كذا، لا. في حاله يعني توجيه الشكر بشكل رسمي، هيكون في رد فعل من الجهاز الحالي بقياده كابتن حمزه واحمد قناوي وحمص، ولا انتوا خلاص هتلتزموا الصمت باعتبار ان ما ينفعش ان انتوا تتكلموا يعني؟ لا احنا هندعم النادي وفي ظهر النادي ومع اي حد يجي، ده نادينا وبيتنا يعني، سواء احنا موجودين بره او لو طلب منكم بعد ما تمشوا، لو طلب منكم ان انتوا ترجعوا تالت هترجعوا؟ لا انا عن نفسي، انا اخد قرار يعني، بالنسبه لي يعني عاوز اخد الطريق ان شاء الله يعني، الرجل الاول ان شاء الله باذن الله يعني. يعني انت مش هتكمل الفتره الجايه يعني كمدرب في جهاز الكابتن حمزه؟ والله لو جات لي فرصه بالنسبه للراجل الاول ان شاء الله يعني، في القسم الثاني او الكلام ده، او ان شاء الله باذن الله. هل عندك عروض ولا لا؟ والله كان في يعني، بس ما حصلش نصيب يعني ان شاء الله. طيب دي صوره كان من ايام للكابتن ايهاب جلال والكابتن عماد سليمان عضو اللجنه الفنيه اللي ما تمش طبعا اعتمادها بشكل رسمي. دي كانت صوره من ايام قليله، وتم الاتفاق على تولي ايهاب جلال مسؤوليه الاسماعيلي خلال الفتره المقبله او بدايه من الموسم اللي جاي. لكن في نفس الوقت برضو اللجنه الفنيه عشان الناس تبقى عارفه لم يتم اعتمادها بشكل رسمي لغايه دلوقتي. تقريبا اللجنه الثلاثيه تقريبا طلعت بيان حاجه زي كده يعني بالنسبه للموضوع ده. يعني فبالتالي انت ما بتحبش تعلق على انا يعني راجل فني على الامور دي. طب طالما انت راجل فني، هل هيتاثر فريق الاسماعيلي برحيل احمد مدبولي؟ طبعا احمد نجم كبير، والفتره اللي هو قضاها في نادي الاسماعيلي اشتغل بكل اخلاص، لكن ان شاء الله يعني، ان شاء الله النادي الاسماعيلي يوجد البديل ان شاء الله باذن الله يعني، واتمنى له كل التوفيق يعني. احمد من لعيبه الرجاله وكان بقاتل لغايه اخر وقت، حتى بعد انتهاء عقده، وكان ملتزم جدا ومن اللعيبه الكبار جدا، وربنا يوفقه ان شاء الله في الخطوه القادمه. طيب يمكن من شوية أو من منذ قليل تم اعتماد طبعا تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الكابتن علي أبو جريشة وعضوية كل من عماد سليمان وصبري المنياوي رئيس قطاع الناشئين، وبالتالي بناء على الاعتماد ده حسب معلوماتي أنا ان ايهاب جلال بيقترب من تولي تدريب الاسماعيلي براتب شهري قدره 600,000 جنيه، بيقل ما يقرب عن 400,000 جنيه عن الراتب الشهري اللي كان بيتقاضاه ايهاب جلال في الموسم اللي فات. ويمكن انا بقول لك كواليس ان ايهاب جلال هو اللي عنده الرغبه اكتر ان يتواجد في نادي الاسماعيلي، بسبب طبعا
الإخفاقات اللي مر بيها خلال الفترة اللي فاتت، وبناء على الجلسة اللي تمت والصورة اللي عرضت من شوية واللي كانت من أيام في وجود الكابتن عماد سليمان ده، حتى الآن أنا بقول لك معلومات من داخل اللجنة الفنية. إيه اللي هيتم بقى بعد كده؟ في نفس الوقت الكابتن حمص لسه من شوية كان بيقول إن الكابتن حمزة الجمل موقع على عقد الاستمرار أو التجديد للموسم اللي جاي، لكن كان في انتظار اعتماد اللجنة أو الجهة الإدارية. لكن خلينا نشوف مين اللي هيكون متولي تدريب فريق الإسماعيلي الموسم اللي جاي، إيهاب جلال ولا حمزة الجمل؟ نطلع فاصل، وبعد الفاصل مع النجم الكبير الكابتن محمد حمص. لسه مكملين مع النجم الكبير الكابتن محمد حمص. لكن لجنه او رابطه الانديه قررت احاله شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات الى لجنه الانضباط، ده فيما يخص طبعا الازمه الخاصه بواقعه حسين الشحات ومحمد شيبي. كابتن حمص، يعني خلال الفترة اللي فاتت، هل انت شايف ان اللعيبة او الفريق محتاج لمراكز للتدعيم في الموسم المقبل، وايه هي المراكز دي؟ اكيد طبعا محتاجين تدعيم، وان كان احنا في التقرير بتاعنا كتبنا المراكز اللي احنا محتاجينها عشان خاطر يعني تقريبا النادي الاسماعيلي محتاج كم لاعب من وجهة نظرك؟ هم من وجهة نظر الجهاز طبعا انت في لعيبه العقد بتاع عقدها انتهت، وفي لعيبه مشيت، فمحتاج انا تقريبا في حدود 10 لعيبه. 10 لعيبه؟ 10 لعيبه. الاسماعيلي محتاج 10 لعيبه. 10 لعيبه. هل ممكن يبقوا من القسم الثاني ولا من الدوري؟ انا بتكلم علشان انت عندك ازمه ماليه وعندك مشكله كبيره، فهل ممكن يلجأ الاسماعيلي كام فترة من الفترات مثلا؟ النجوم اللي ظهرت في الكورة في مصر وخرجت من النادي الاسماعيلي كانت من اساسا من القسم الثاني، فهل ممكن يرجع مرة تانية الاسماعيلي يلجأ للقسم الثاني ولا لا؟ لا ممكن، ولا بس مش كلهم طبعا. الحالية محتاجة لعيبة من الدوري الممتاز؟ لا، محتاج انت من الدوري الممتاز، ومحتاج محترفين، ومحتاج ممكن من الدرجة الثانية. ممكن في لعيبة من الدرجة الثانية بتظهر بشكل كويس جدا يعني. مين اكتر بالنسبه لك انت لو محمد حمص مسؤول او مكمل في الفتره اللي جايه او في ايديك التعاقد مع لاعبين مميزين، مين اللعيبه اللي انت ممكن تبقى عايز بالاسماء عاجبينك في الدوري عايزهم يبقوا موجودين في الاسماعيلي؟ لا، في لعيبه كتير يعني عايزه، بس المشكله ان عقده مستمره مع الانديه. انت تتمنى مين؟ محمد حمص يتمنى مين؟ في لعيبه كتير ظهرت بمستوى كويس جدا يعني، في عبد الرحمن اجويرو بتاع عبد الرحمن بتاع الداخليه. في سمير فكري ظهر بشكل كويس برضو الموسم ده. لا، في لعيبه كتير انا مش متذكر يعني. في لعيبه كتير ظهرت بشكل كويس جدا يعني. عبد الرحمن بنوبي تقريبا. لعيبه كويسين جدا يعني. ده من اللعيبه اللي لفت بالظبط. يعني ان شاء الله يبقى ليه مستقبل يعني. ازمه الاسماعيلي الفنيه في عدم وجود راس حربه، ولا كان في عدم وجود او في اخطاء دفاعيه كانت كتير فكانت بتتسبب في تلقي الاهداف في بعض المباريات؟ لا، احنا انا شايف في الاول وفي الاخر هي انعدام الثقه يعني. انت محتاج لعيبه طبعا. يعني كان عندنا ازمه طبعا في خط الدفاع، في المساكين يعني. كان عندنا نصر وهاشم، والمكان ده دايما اللعيبه بتاخد فيها انذارات يعني وبتتوقف يعني. عندنا نصر وهاشم وباهر ثلاثه، وعمار طبعا من اللعيبه المميزين ان شاء الله، نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع بالسلامه ويرجع احسن من الاول ان شاء الله باذن الله.
فكنا شايفين يعني بالنسبه للمركز دوت كنا محتاجين فيه تدعيم. الناحيه الهجوميه برضو محتاجين فيها تدعيم. مش عندنا غير راس حربه واحد في راس، وكان ابو بكر حمزه من اللعيبه الناشئين برضو ان شاء الله يبقى ليهم مستقبل ان شاء الله باذن الله، واتمنى له الشفاء ان شاء الله باذن الله. فمحتاج تدعيم في المراكز ديت يعني. تمام. هو ياو انور انتهت مشكلته امبارح الحمد لله يعني، وتم وحصل على مبالغ ماليه، وتبرع يحيى الكومي رئيس النادي الاسبق ب 500,000 جنيه، وفي اعتقد احد رجال اعمال طبعا الاخرين برضو تبرع بمبلغ 1,000,000 جنيه حسب المعلومات اللي جايالي من داخل نادي الاسماعيلي. انا معايا على التليفون الكابتن حمزه الجمل، مش عارف اقول بقى الكابتن حمزه الجمل المدير الفني السابق ولا المدير الفني الحالي ولا المدير الفني المستمر. كابتن حمزه برحب بيك. اهلا بيك بسلام وحمد. طبعا يعني الكابتن حمزه من اعمده النادي الرئيسيه ورمز، كل التوفيق ان شاء الله باذن الله تكون حلقه متميزه، وكل التوفيق ان شاء الله للمدينه الحبيبه ان شاء الله باذن الله. كابتن حمزه انا مش عارف اقدم حضرتك المدير الفني السابق ولا انت ما ولا انت ما ولا انت مضيت عقد ومكمل؟ لا لا، ولا هي القصه ايه بالظبط؟ بص، هو اللي حصل بالظبط طبعا يعني ان الكابتن احمد العبوز بلغني وقال ان اللجنه الفنيه قالت ان حمزه الجمل يعني كان من 10 ايام او اسبوع حاجه كده، ان حمزه الجمل يستمر في النادي الاسماعيلي يعني الحمد لله لما حققه من ارقام كده وكده وكده، وقال لي بلغنا وكده، وقال لي انت الخيار الاول لينا، وانت لو مالكش رغبه انك تكمل او كده او انك بلغنا يعني وكده يعني. فكانت الوضع ما ينفعش ان انا اترك النادي، لان احنا الحمد لله عملنا نجاحات كثيره ونجاحات متميزه من الموسم الماضي حتى الموسم الحالي. يعني انا المكالمه طبعا عشان ضيفك كابتن حمص مش عايز اخد منها كثير، انما انا عايز اقول لك ان قبلنا في 7 اجهزه اشتغلوا، واشتغلوا بقوه واشتغلوا باخلاص، كسبوا 4 مباريات بس من الموسم الماضي، احنا كسبنا 13 مباراه. وبعدين بغض النظر، هو انا مش عارف يعني الرقم اللي عندي صح ان انتم محققين 29 نقطه من 40 بونت. بص يا كابتن اسلام، احنا جايين نحقق التارجت اللي كانت مصر كلها بتتكلم فيه، ان الاسماعيلي يبقى في الدوري. تمام. احنا ابقينا هذا الموسم يعني المركز ال 11، وصلنا نقطه 40، مش عايز اخش في تفاصيل بصراحه يعني، انما وخامس الدوري في الدور الثاني، والموسم الماضي برضه كنا ثاني الدوري في الدور الثاني. احنا حققنا نتائج الحمد لله بفضل بكل اللي اشتغلوا معانا كله. مش عايز اقول بس عشان اخد من وقت الحلقه كتير يعني، انما ان انا وافقت مبدئيا، وكان في برضه اللجنه الثلاثيه، لما اللجنه الفنيه السابقه سمعت وقالت، وكل واحد ليه رايه، ولكن كانت الاراء كلها بتقول حمزه كمان. فانا ما ينفعش ان انا ارفض النادي الاسماعيلي، فانا وافقت فورا. وكانت اللجنه الثلاثيه اللي بحترمها الاستاذ محمود الياسي ومحمد اسماعيل وكابتن اسماعيل حكمي، قال له خلاص احنا ممكن نعمل عقد بموافقه مبدئيه، وبالتالي يعني ان احنا ممكن نشوف الجهه الاداريه هتوافق عليه ولا مش هتوافق عليه، لان هم خلاص في مجلس اداره قادم وكده. فقلت له خلاص مفيش مشكله، ووقعت، لان اللي ما بيني وما بين النادي الاسماعيلي عقود دي يعني ده ورق، انما في موافقه مبدئيه شفهيه، ووقعت كحمزه وخلاص. الان دلوقتي الامور كلها بقت في زمام لجنه فنيه جديده، وفي عصر جديد وعهد جديد، بتمنى التوفيق للجميع جدا 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 لنادينا، واتمنى ان شاء الله الاستقرار يحدث داخل الاسماعيلي، لان احنا عايز اقول لك احنا اشتغلنا في ظروف في غايه الصعوبه، ويمكن بيتكلموا يقول لك اصل اللعيبه زعلانه، اللعيبه بتخرج، لا، مفيش لعيب داخل الملعب او خارج الملعب عمل موقف او كده الا كنا واقفين المواقف القويه الصارمه
داخل اوضه اللبس، وكنا الحمد لله اقوياء جدا. خليني اسال حضرتك سؤالين وعايز اجابتهم بسرعه عشان نعم. نكمل مع الكابتن نعم. طبعا محمد حمص. اولا ان 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 حمزه الجمل محسوب على اللجنه المؤقته برئاسه او اللجنه السابقه برئاسه اللواء ابو بكر الحديد. نعم دي حقيقه. هذا الامر حقيقه. نعم ده حقيقه. انا ولا انكر ذلك ان اللجنه السابقه بقياده اللواء ابو بكر الحديدي والكابتن شيحه وكابتن اسماعيل حفني والمستشار طاهر وحمد الطاهر وفيالي والدكتوره هناء والدكتور نصر بشير، كل دول هم اللي خدوا القرار وجابوا حمزه. فبالتالي انا حمزه الجمل مش محسوب على حد، ولكن اللجنه دي احنا اشتغلنا مع بعض، كنا رفقاء في الطريق وبذلوا جهد كبير جدا، وانا اشتغلت معاهم وبذلنا جهد مع بعض وحققنا التارجت. انا الهدف احنا مع بعض. انما حمزه الجمل كلاعب انا مش محسوب على حد الحمد لله، وانا مدرب مش محسوب على حد. انا ابن النادي الاسماعيلي، انا باجي اشتغل انا وجهازي كابتن ناوي كابتن حمص كابتن ايمن كابتن احمد لطفي او كابتن توفيق، احنا جهاز بنيجي نشتغل لصالح النادي مش لصالح اشخاص، واللي احنا تعاملنا معاهم بيشتغلوا لصالح النادي، وفي النهايه احنا حققنا الهدف ده رد. انما انا مش محسوب على حد ولا عمري هتحاسب على حد. طيب ولا هضر النادي الاسماعيلي مهما كان، ولا اخالف اخلاقي ولا ضميري ولا ديني في سبيل شخص او شخصين او اداره معينه او اداره سابقه او لاحقه، لا انا بشتغل برضه ربنا اولا وبشتغل لصالح النادي الاسماعيلي بس. طيب هو ده هي دي حياتي قولا فصلا. تمام. يمكن السؤال الثاني يعني كابتن حمص لسه كان بيقول لي ان حضرتك موقع على عقد ما هو ده من 10 ايام ان حضرتك مستمر الموسم اللي جاي وفي انتظار الجهه الاداريه. هل اللجنه الفنيه اللي تم اعتمادها من منذ قليل ما كانتش عارفه ان حضرتك جددت؟ يعني كابتن اسماعيل حفني ما بلغش اللجنه الفنيه، وبالتالي تم عقد جلسه ما بين الكابتن عماد سليمان والكابتن ايهاب جلال تمهيدا لتولي المسؤوليه في الموسم اللي جاي؟ بص يا كابتن استاذ، انا اتبلغت واضحة مع الكابتن احمد العجوز من اسبوع. ادينا راي يا كابتن حمد، انا وفات على الراي وعلى بنود العقد، والعقد اتكتب ووصل لي منذ اسبوع، ووقعت على العقد عشان يبقى فيه موافقه مبدئيه. منذ يوم او يومين او كده انا وقعت على هذا العقد، والعقد ده قالوا لي احنا هنعرضه على الجهه الاداريه. الجهه الاداريه لو وافقت اللجنه الفنيه السابقه كان لها الحق ان هي تقول القرارات الاداريه اللخبطه دي كلها في كفه، وان انا وافقت ان انا اكون داخل جدران النادي الاسماعيلي لان عارف المشاكل ايه، المشاكل الفنيه، المشاكل الاداريه، المشاكل كذا 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 كذا، اعرف نفسيات اللاعبين، امتى ادوس على اللاعب، امتى اجيب اللاعب، احط اللاعب، النادي يحتاج الى اشياء. فانا كان النادي يعني محتاجني، وانا كنت عايز اكمل المسيره بتاعتي والنجاح الثاني عشان نحط النادي الاسماعيلي في وضع طبيعي. انما في النهايه انا موجود، انا مش موجود، انا الحمد لله انا وجهتي ناجحين، قدمنا مردود للاسماعيليه، مش مردود فني، احنا ضحينا بكل وقتنا وجهدنا واعصابنا وحياتنا في اسعاد وابقاء النادي الاسماعيلي مع الجميع، مع الجمهور، مع الاداره، مع الاداريين، مع الجهاز الطبي، مع الجهاز الفني، مع كله 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 كله، مع رموز نادي، مع كله كله كله، تعاون عشان النادي الاسماعيلي. انا مش انا اللي عملت الاعجاز ده، مش حمزه، انا مش البطل. طيب انما انا ضحيت بحاجات كتيره وما ينفعش اقولها في الاعلام خالص نهائي ابدا. ضحيت ان الجهاز الحمص اللي جنبك ده بقاله اكتر من 3 شهور وانا ما خدناش فلوسنا من 3 شهور. فعلا؟ فعلا وما خدناش السنه اللي فاتت، انا ليا فلوس من السنه اللي فاتت. تفضل انت ده كله. انا ما بحبش اقول الكلام ده ليه؟ حاجات كتير. ليه؟ احنا بذلنا جهد على اعلى 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 مستوى، لان ده فرض علينا ان احنا نبذل وما اشتغلناش عشوائي. وعايز اقول لك بس يعني انا متابع الحلقه الجميله، احنا ادينا مباريات فنيا اعلى على ماتشات كبيره، احنا جينا في وضع صعب جدا، اللعيبه مضغوطه في اماكن مش مليانه عندنا كسترايكر كسترزباكين، كل ده حصل. انا مش عايز اخش اخد من الحلقه كتير،
انما بقول لا، انت محتاج حلقه كابتن حمزه. انا محتاج حاجه واحده لان بس. لان انا عندي محتاج. انا عندي اسئله كمان كتير واتهامات لحضرتك ماشي. لابد من مواجهتك بيها. بص انا هقول لك ده أنا اذا كنت هتسمح لنا ده يعني. لا الاتهامات دي انا مش واقفه في التفاهم. شوف انا هقول لك حاجه عشان اختم معاك. انا فضل. عايز طالب حاجه واحده بس. اتفضل. اطلب طالب حاجه واحده واللي اتمناه واشوفه ان الاستقرار يسود داخل النادي الاسماعيلي ويبقى فيه عمل، واتمنى لاي حد يشتغل جوه في النادي الاسماعيلي كل التوفيق وكل الدعم مني كمان لو طلب رأي هقوله كمان وباخلاص لنادينا، انما كل الدعم لمن يعمل اصلا. بص يا كابتن انا مش قاعد فيها على طول. احنا طلب مننا مهمه والثانيه وأديناها على اعلى مستوى. وعايز اقول لك ان انا لابد ان انا اشكر جمهورنا الحبيب جمهور النادي الاسماعيلي، عايز اشكر شعب اسماعيليه. شعب اسماعيليه الوفي اللي انا بمشي في الشارع فخور بيه، فخور بيه وهم فخورين بينا كجهاز فني، فشكرا ليهم. وانا الحاجه الوحيده اللي انا طالبها ان شاء الله ان النادي الاسماعيلي يرجع لمكانه الطبيعي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حمزه الجمل طبعا النجم الكبير، وبشكرك يعني وضح كلام مهم جدا فيما يخص طبعا الازمه اللي حاصله في داخل النادي الاسماعيلي. كابتن حمص، يعني كنت بتتضايق من الانتقادات اللي بتتعرضوا ليها من ممكن من نجوم سابقين في الاسماعيلي، من كانت انتقادات دائمه، فبالتالي ده هل كمان كانت بتؤثر على معنويات الفريق او الجهاز الفني خلال المباريات؟ بص، هو في نقد بناء، ده ما الواحد ما زعلش منه طبعا لمصلحه الفريق، لكن المشكله ان انت يعني تفضل تنتقد الفريق سواء في المكسب او الخساره او التعادل، يبقى في امر مش طبيعي. يعني لا يعني في اخطاء، في كذا في كذا، مفيش مشكله يعني. اما يكون في نقد احنا بنحاول نصحح من اوضاعنا وكده، في سلبيات بنحاول نقللها، في ايجابيات بنحاول نزودها، لكن المشكله ان تبقى في نقد سواء في الخساره في الهزيمه في المكسب، لا يبقى في حاجه مش طبيعيه. ده اكيد طبعا بيأثر على اللاعبين، على نفسيه اللاعبين اكيد طبعا. انت ما بتعمل حاجه كويسه اقول لك انت عملت حاجه كويسه، ما بتعمل حاجه مش كويسه اقول لك لا في خطأ في كذا لازم اعدل وكده. فطبعا يعني احنا بنقبل النقد خاصه لو كان نقد بناء يعني. طيب انا عندي لعبه اسمها نمبر 1، بعرض لك صور ماشي، بتختار من يعني الافضل في الثلاث صور اللي انا اعرضهم لحضرتك من وجهه نظرك افضل لاعب في الاسماعيلي هذا الموسم. ياو انور، محمد حسن، فراس، في الثلاثة سريعا. هنختار ياو. ياو لان كان ليه لاعب كنت تنتظر منه الكثير هذا الموسم. صلاح جمعه لعيب كبير جدا. صلاح افضل لاعب في الاسماعيلي في موسم 2002. لا انا اختار النجم ومعشوق الجماهير كابتن محمد صلاح، طبعا نجم كبير واسم كبير وهداف التاريخي للنادي الاسماعيلي. افضل لاعب في الاسماعيلي 2009. حسني عبد الله، عمر جمال. افضل لاعب في الاسماعيلي 2000 في الثلاثه 2009 حسني ما كانش موجود. هنختار عمر جمال لعيب ممتع. عمر جمال افضل محترف في تاريخ الاسماعيلي. مصطفى كريم، اوتاكا. اوتاكا لاعب مظلوم جماهيريا في الاسماعيلي غير محمد حمص. كابتن حمام ابراهيم طبعا. حمام ابراهيم افضل مدرب اجنبي تدربت معاه. ابو كير افضل مدرب مصري تدربت معاه. كابتن محسن صالح. افضل لاعب من المنتخب في كاس القارات. ابو تريكه كابتن حمص، جالك عرض وانت بتلعب من الاهلي او الزمالك ولا وانت بتلعب ولا ما جالكش خالص؟ لا جالي. جالك من مين؟ اهلي وزمالك. اهلي وزمالك، كان انهي الاقرب من يعني ممكن او الاثنين كانوا عايزينك اكتر؟ اللي كانوا عاوزيننا اكتر اه كان الاهلي. الاهلي
وبعدين؟ اسماعيلي طبعا. مين اللي كلمك ساعتها؟ كلمني ساعتها الله يرحمه كابتن ثابت البطل، وكان كابتن حسين البدري. دي مره ودي مره. مرتين يعني الاهلي طلبك وانت رفضت. ليه؟ النادي الاهلي نادي كبير، واي حد يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي، لكن انا بلعب في نادي كبير واسم كبير وكيان كبير، نادي الاسماعيلي. وساعتها الامور كانت قريبه من بعض حتى ماديا يعني، كنت اتكلم اهلي زمالك اسماعيلي ماديا. وطبعا جمهور عظيم، جمهور زي جمهور نادي الاسماعيلي، واجواء في اسماعيليه اي حد يتمنى ان هو يلعب في الاجواء ديت. النجم الكبير الكابتن محمد حمص، نورتنا وشرفتنا وسعدت بيك، ودايما ان شاء الله تنورنا وتشرفنا حبيبي. وانا بس حابب اني اشكر الجهاز الفني، كابتن حمزه الجمل، كابتن احمد العجوز، كابتن احمد الناوي، كابتن ايمن كمال، كابتن احمد لطفي، كابتن سيد توفيق، والجهاز الطبي والاداري، ان فعلا احنا كنا اسره واحده، كلهم من ابناء النادي، كلهم كانوا حريصين ان النادي اسمه يطلع من الظروف اللي هو فيها والمحنه اللي هو كان فيها. كلنا تكاثفنا، كلنا 24 ساعه قاعدين في النادي. بشكرهم كلهم، وبشكر اللاعبين اللي تحملوا الظروف صعبه جدا والقاسيه جدا خلال الموسمين دولت. بشكر باهي المحمدي النجم الكبير والقائد، فعلا يعني قائد بمعنى الكلمه. ده كان من ضمن الجهاز وكان معانا في كل كبيره وكل صغيره. بشكر كابتن محمد صلاح ابو جريشه طبعا لدعمه للنادي يعني طوال الموسم. بشكر طبعا الجمهور العظيم، جمهور نادي الاسماعيلي السند القوي، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم الجمهور كان نادي الاسماعيلي كان في حته ثانيه خالص، في حته مش كويسه. اتمنى منهم دعم النادي ودعم الكيان ورا كيان، ملوش دعوه بالاسامي ايا كان مين اللي موجود. نادي الاسماعيلي نادي كبير وان شاء الله هيرجع لمكانته الطبيعيه. بشكر اللجنه المؤقته بقياده اللي هو ابو بكر الحديدي، كابتن محمد شيحه النائب، وكابتن اسماعيل حفني، مستشار طاهر، استاذ محمد فيالي، استاذ حماده الطاهر، دكتوره هناء، استاذ محمد اسماعيل المدير المالي، استاذ محمود اليسقي. احنا فعلا يعني مرينا بظروف صعبه كلنا، والناس دي اجتهدت وحاولت وكانت بتحل بعض المشاكل. بشكر كل اللي ساهم ودعم نادي الاسماعيلي سواء ماديا او معنويا او نفسيا. ان شاء الله نادي الاسماعيلي يعني ننسى كل الخلافات وكلنا ان شاء الله ورا النادي، وكلنا ايد واحده ان شاء الله باذن الله، نادي الاسماعيلي يرجع لمكانته طبيعيه تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وبشكرك طبعا النجم الكبير الكابتن محمد حمص، واحد من اهم اللاعبين في تاريخ الاسماعيلي ومن اهم اللاعبين في مصر. بشكره طبعا. ان شاء الله بكره حلقه جديده في البريمو، تصبحوا على خير.